في الجانب الايمن لكرة عالية، محمد شحاتة، احمد سمير يواصل الضغط، يواصل التقدم، مصطفى الخواجة مع عودة لاعبي فريق حرس الحدود من اجل الدفاع. كرة من ابراهيم الاضي ترتد لمتعب الى الخواجة، محمد شحاتة تاني على قوس منطقة الجزاء، محمد شحاتة، احمد سمير، تسديدة تصطدم، مروان عثمان الى احمد سمير، راحت الى الزولة، استبسال ومواصلة الضغط الهجومي من فريق طلع الجيش، فريق اللي كان لو استغل هذا الاسلوب من بداية اللقاء لصنع الفارق ووصل الى مبتغى. كرة في الجانب الايسر، احمد متعب وعرضية خطيرة، مش ممكن، احمد عبد الرحمن زولا، مش ممكن، هي الكلمة الأخيرة، أفضل من الأولى، زولا 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 وبرأسية، يا لها من ضربة، ضربة قاضية في شباك مرمى حرس الحدود، بالفعل إنها رصاصة الرحمة، هدف على يسار حارس المرمى محمد فوزي، يا له من فريق طلع الجيش من عرضية أحمد متعب، أتعبت الدفاع وأتعبت حارس المرمى محمد فوزي، وتحقيق انتصار غالي ومستحق يكتفي بالمشاهدة وبالفرجة، ارتقاء من أعلى نقطة للاعب هو قصير القامة ولكن ترجمها في شباك الحارس بهدف ثالث في أواخر اللحظات الحاسمة من الوقت البدل ضاع. مش ممكن زولا متفوقا على الدفاع.